الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف الفريقية اليوم الدفعة العاشرة من لحوم صفوف الأضاحي وقدرها 3 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 34 طن. اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام 21 استلمت مديرية أوقاف قنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 3 أطنان. اليوم الجمعة الموافق 3/9/2021 قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة العاشرة من لحوم صفوف الأضاحي وهي 4 أطنان من اللحوم، وبهذه الكمية يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج 38 طنا من لحوم الأضاحي. استلمنا اليوم الجمعة الموافق 3/9/2021 الدفعة السابعة من لحوم الأضاحي وعددها 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه في محافظة كفر الشيخ 26 طن من تلك اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.